طبعا هني عندنا الداشبورد يقول لنا ان احنا get started in 3 easy steps. ان شنو الستبس اللي لازم تسوونهم؟ لازم تسوون اول شيء schedule events, invite attendees, واخر شيء join room. بس بداية راح نتكلم اول شيء احنا عندنا هني عن التايملاين قبل لا نسوي الايفنتس. التايملاين يطلع عندنا كل الايفنتس اللي احنا مسوينهم من قبل. فهني عندنا بجون 7 كنت أنا مسوية event اسمه my event, كان في attendees واحد اللي هو أنا. فيطلع لنا هني مثلا إذا مثلا بسوي PDF report عن ال event هذا, أبي ال chat history مثلا, أو أبي أمسح هذا ال event من ال timeline عندي. فهني ندخل على ال chat history راح ينزل لنا إياه هني. راح ندخل عليه, راح يكون على طريقة اكسل, وراح تطلع لنا كل الشات اللي موجودة في يعني خلال هذا الميتينج. فا اوكي طبعا انا حذتها, كنت قاعد اطق على الكيبورد اي شيء, فهذا الشات اللي كان موجود حذتها. فيطلع لنا هني على طريقة اكسل. الحين راح ننتقل حق الستاتستكس اللي هو الإحصائيات. طبعا إحصائيات كل event أو كل meeting. فهني يطلع لنا ال event كان event واحد تمام, وال top countries كان كله من الكويت, ما كان في دول ثانية. وال total number of attendees هو واحد. أقدر إني أضيف شيء ثاني مثلا نفس devices, الريتنج. يعني الريتنج هني إن ال attendees عندي إن يقيمون الميتنج, فهذا هو الريتنج. وهني number of meetings, number of webinars, راح نقول مثلا الريتنج أبي أضيفه, فنضاف لي هني مثل ما هو موجود. فأرينج ريتنج طبعا ما كان في أي تقييم حق أي من الحاضرين عندي, لأن كان تجريبي وكنت بس أنا بروحي. فالريتنج هني 0. راح ننزل تحت, راح نشوف chosen event, نختار event. طبعا هو event واحد اللي هو my event. راح نشوف الأكشنز مالوته, نقدر نشوف الديتيلز, راح نشوف البيسك بي دي اف ريبورت, الفول بي دي اف ريبورت, الشات هيستوري وديليت نفس ما هو كان عندنا بالتايم لاين. راح ندخل على الديتيلز نشوف الديتيلز. طبعا بالديتيلز هني الايفنت سامري اللي هو ملخص الميتنج هذا, الروم نيم كان اسمه ماي ايفنت, البريزنترز شيخه, الدوريشن كان 16 دقيقة, number of attendees 1, presentation duration 14. طبعا من أو يعني أول ما بلشت الميتنج كان 16 دقيقة. أقدر إني من أفتحه أنا ما أخلي حد يدخل, فخليت حد يدخل من بعد دقيقتين I think شيء كذي تمام. فمن بعد دقيقتين صار بإمكان الأتنديز إنهم يدخلون على الإيفنت مالي. هني عندنا الماكسيمم فيزيتورز ات ذا سيم تايم كان شخص واحد, والاتنديز ان ذا ويتنج روم كان شخص واحد ايضا, والاتنديز هو دروب بيفور ذا ايفنت ستارتد اللي طلعوا من قبل لا يبلش الايفنت ما كان في احد, 0. فهني يبين لي حتى تحركات الاتنديز ويعني ايش كثر هم, ايش كثر انطروا, ايش كثر يعني دشوا وطلعوا وهكذا. ال number of attendees طبعا 1 طول الوقت, فهني يعني حتى لو في أحد دش وطلع وشي رح يبين هني عندي. ال countries طبعا كان 100% من الكويت وهو شخص واحد اللي هو أنا. ال devices يعني من أي device دشوا, ال PC ولا مثلا من iPhone ولا من يعني شذي ال devices اللي دشوا منها. تمام. هني عندنا ال attendee summary, هذا يعني هذا بالنسبة حق ال event summary. أما حق ال attendee summary راح نشوف إنه بس أنا ال host, ال email مالي, ال يعني متى دشيت متى طلعت, وأقدر إني أشوف أيضا هني عندي ال details. فالديتيلز مالوتي ايميلي,
ال duration، دشيت متى، طلعت متى، البروزر، دخلت من كروم، من أي أيا كان. هني اللوكيشن مالي أيضا يطلع، الإيفنت ريتنج إذا أنا كنت مقيمة، يطلع هني الإيفنت ريتنج والبولس ستاتستكس، هذولي أيضا إن استطلاعات الرأي. فهني أنا ما كنت مسوية يعني استطلاعات رأي لأنه ما كان في أحد، بس يعني بالميتينجات القادمة راح أسوي إن شاء الله. طبعا هذا بالنسبة حق الستاتستكس، تمام. الحين راح نروح ننتقل حق الستورج. ففي ماي فايل، ريكوردينجز، تشات، اند كويستشن اند انسر لوجز. راح ندخل على ماي فايلز، يعني تاخذين الفايلات مالوتي، ماي فايلز. هني طبعا اذا انا مو منزله ولا فايل، فاقدر انزل سواء من الدروب بوكس او من الكمبيوتر مالي. فهني مثلا أبنزل هذا الملف، أسوي له open، فخلاص يطلع هني موجود عندي. فأقدر إني يعني حتى بالميتنج إني أستدعيه متى ما أبي. فهذه مساحة الستورج مالتي حق الفايلز. الريكوردينجز إذا كنت مسجلة خلال الإيفنت يعني راح يطلع هني ظاهر، بس أنا ما سجلت. فهني يقول لنا ان الريكوردينج مالنا راح يصير متوفر عشان ان احنا ننزله عقب ما يخلص الايفنت. فيقول لك هني في بعض الحالات ان ممكن انه ياخذ الى ساعه ان عشان ينزل الريكوردينج. هني مساحه التخزين حق الريكوردينج قلنا بالفري تريل هو 30 منت، فهني بس عندي 30 منت اني اسجل الايفنت، سواء على ايفنتين، ثلاثة، ايا كان. المهم الستورج مالي 30 منت. اذا كنت ابي اكثر لازم ان شنو اشتري النسخة المطورة من الموقع. فاقدر مثلا اسوي سيلكت حق اللايف او الاوتوميتد او ايا كان. تمام. هذا بالنسبة حق الستورج مال الريكوردينج. أما ستورج الشات وال question and answer، فهني عندنا مثلا في هذا الإيفنت كان في chat، فيطلع لنا هني الشات هيستوري، فحتى يبين لنا بالدقيقة، بالساعة، باليوم. ف that's it. وأقدر إني أسوي يعني داونلود من هني. وكذي نكون عرفنا للستورج سكشن مال موقع كليك ميتنج. الحين راح ننتقل حق الكونتاكتس. طبعا بالكونتاكت عندي الادرس بوك، وعندنا الجروبس. هني انا عندي بس شخص واحد بالاول، فعندي بس هذا الأكاونت اللي أحضره الإيفنت مالي. ما كان في أحد حاضر فمطالع هني. لو كان في أحد حاضر فكان راح يطلع لي في هذا السكشن. أيضا هني اللي سجله حق الإيفنت مالي، فماكو أحد سجل عشان يدخل إيفنت مالي. والجروبات مالوتي، فأنا عندي جروب واحد اللي هو جروب A، والأعضاء مالوتي اللي هما هذا الأكاونت شيخة. وهني ايضا ما كان عندي اي جروب. فعندنا هني one user، فاقدر اسوي add contacts، copy and paste. اقدر اسوي copy and paste وخلاص ينضاف. import from file اذا كان عندي file في اسامي ال attendees وارقامهم، اقدر اني اسوي له import file. اخر شيء عندي ال enter manually، فراح ندخل عليه. فهني أقدر أحط مثلاً الاسم الأول حق الشخص والاسم الأخير. الإيميل ماله رح أسوي paste. الكومباني أحس إنه يعني الكومباني شيء optional. رقم التليفون أياً كان
والدولة، راح نحط الكويت، فأقول مثلا add contact، وبشذي نكون ضفنا. أيضا عندنا الطريقة الثانية اللي هي الكوبي اند بيست، فبمجرد اني احط بس الاكونت وخلص راح يكون منضاف عندنا، سواء انا بضيفه حق جروب، ابي اضيفه حق اي كان، بضيفه مثلا الجروب اللي انا سويته جروب A، راح احط كذي واسوي سيف وخلص. هني نفس ما قلنا ابلود فايل، اذا كان عندي فايل بارقام واسماء الكونتاكت، لأن مثلا إذا سوينا على أي فايل ثاني ما رح يصير، يعني رح يطلع لنا أن في problem بالبروسيسنج حق الفايل نفسه، أن it may be incorrect format or damaged. Please fix it and try again. Okay. تمام. بشذي نكون إحنا خلصنا section الكونتاكتس. رح ننتقل الحين حق knowledge base. طبعا knowledge base كان موجود عندنا من زمان، بس انه هو يعني عبارة عن نفس مرجع اذا كان عندكم اسئلة عن الموقع، فهني عندنا يعني كلها اسئلة ويعني مجاوبين عليها، يعني الاسئلة اللي دايما متداولة يعني بين الناس وكذي، فهني موجودة كل اسئلة واجاباتها بالتفصيل. ايضا عندنا الكليك ميتينج اكاديمي، هو عباره عن نفس بوك ستور، فتقدرون انكم مثلا هذين الكتب يعني تقدرون انكم تدشون على الكتاب وتسوي له داونلود من هني، فهذول كلهم كتب يعني من موقع كليك ميتينج، مثل ما تشوفون انه موجودين اللوجو مالهم على الكتاب. ايضا عندنا الفيديو توتوريالز، فالفيديو توتوريالز هذا شيء وايد حلو، انه مثلا اذا تبون يعني اي شيء مو عارفين له، مثلا الايفنت تايبس، مثلا سيفينج ذا روم سيت اب، البروفايل بيج، اذا مو عارفين شيء من الاشياء الموجوده بالموقع تقدرون انكم تدخلون على هني من الفيديو توتوريالز وتشوفون شلون طريقه اي شيء حابين تعرفونه، مثلا البريك اوت رومز، how to join and register وغيرها. فهني يعني ال knowledge base عبارة كمرجع إذا تمر عارفون ال privacy و setting وغيرها من الأشياء، فكلها موجودة هني بال knowledge base. رجعنا الحين حق صفحتنا، رح ندخل من هذه الخانة ونحط ال account setting، رح تظهر لنا هذه ال settings هني مثل ما واضحة عندنا، فعندنا ال personal details هو اليوزر نيم، هني عندنا اقدر اني اغير اليوزر نيم مالي، الايميل ايضا بس ما اقدر اني اغيره او اسوي له اديت، الفيرست نيم شيخه، اللاست نيم مثلا ابي اضيف لاست نيم حقي ونحط سيف، الكومباني اذا كان عندي كومباني اقدر اني اضيفه هني، الادرس والستريت، الستيت مثلا الزيب كود عندنا، السيتي، الكونتري كويت، التاكس اي دي اذا كان عندي، الاوت جوينج ايميلز لانجويج مثلا اقدر احط اسوي سيلكت حق اللانجويج مثلا انجلش، والفون نمبر وغيرها. ايضا هني اقدر اني اضيف لي صوره فاسوي لها مثلا ابلود. اوكي بعد ما سوينا ابلود راح نروح حق البيكتشرز ونختار هذه الصورة مثلا، فراح تظهر عندنا هني، اقدر اني اكبر اصغر على حسب. اخر شيء نحط apply and continue، فمثل ما هي ظاهرة عندنا هني.